ورحمة الله وبركاته. سنة تانية هناخد مع بعض درس وحدانية الله آية الكرسي. يا ترى الولد اللي واقف ده معاه صندوق، ايه اللي جوه الصندوق؟ اللي جوه الصندوق ورقة. تعالوا نقرأ مع بعض الورقة دي مكتوب فيها ايه. أتعلمون يا أولادي إن درسنا اليوم عن أعظم آية في القرآن، فلقد أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بأن من واظب على قراءتها بعد كل صلاة استحق أن يدخل الجنة، وأن من يقرأها قبل نومه فهو في حفظ الله. بتقول لنا إيه الورقة دي؟ إن أعظم آية في القرآن الكريم هي آية الكرسي، والرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا إن إحنا بعد ما بنصلي سنة تانية لو واظبنا على قراءة آية الكرسي بإذن الله هندخل الجنة، وكمان لو قرأنا آية الكرسي قبل ما ننام هنكون إيه في حفظ ربنا سبحانه وتعالى. طيب تعالوا نقرأ مع بعض آية الكرسي. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. تعالوا نقرأ مع بعض آية ونشرحها مع بعض يا سنة تانية. آية الكرسي يا سنة تانية هي أعظم آية في كتاب الله، إن هي بتشمل على معاني وأوصاف عظيمة لربنا سبحانه وتعالى. طيب بتقول لي إيه أول آية؟ أول جزء في الآية الله لا إله إلا هو. ما فيش إله غير ربنا سبحانه وتعالى، هو الواحد الأحد لا معبود سواه، الحي هو الباقي الذي لا يموت، القيوم هو القائم بتدبير الخلق وحفظهم، لا تأخذه سنة ولا نوم. ربنا يا سنة تانية ما بينامش ولا حتى بينعس، له ما في السماوات وما في الأرض. ربنا سبحانه وتعالى هو مالك لكل شيء، هو مالك السماوات والأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. مفيش أي حد بيستطيع سنة تانية إن هو يشفع إلا بإذن ربنا سبحانه وتعالى، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ربنا بيعلم كل شيء عنا من الماضي ومن المستقبل والحاضر، وهو العالم بأمور الدنيا والآخرة. وعشان كده سنة تانية إحنا لازم نكون صادقين في أقوالنا وفي أفعالنا، ولا يحيطون بشيء من علمه. مفيش أي حد يا سنة تانية بيعلم غير ربنا سبحانه وتعالى بشيء من هذه الأشياء إلا إذا أراد ربنا بذلك وبالقدر اللي ربنا بيريده. فإحنا يا سنة تانية ما نعلمش أي حاجة عن أنفسنا وعن أي شيء إلا بمشيئة ربنا سبحانه وتعالى. وسع كرسيه السماوات والأرض، وعلشان كمان نعرف عظمة ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا ربنا إن موضع قدمي الله هو الكرسي، وبيشمل كل السماوات والأرض. وكمان الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا إن السماوات والأرض ده بالنسبة للكرسي مثل حلقة ألقيت في صحراء واسعة. تخيلوا كده يا سنة تانية، صحراء واسعة طبعا بتبقى كبيرة جدا، لو جينا ألقينا فيها حلقة صغيرة هتبان. ده هو حجم الكرسي بالنسبة إيه للسماوات والأرض، أي موضع قدمي ربنا سبحانه وتعالى فقط، ولا يؤده حفظهما. طيب يعني إيه ولا يؤده حفظهما؟ مفيش ربنا سبحانه وتعالى مش بيصعب عليه حفظ في السماوات والأرض، ده بيكون سهل جدا على ربنا سبحانه وتعالى عشان هو القادر على كل شيء وهو العلي العظيم. ربنا هو العلي، أي هو فوق كل شيء وصفاته كلها عالية ليس فيها أي نقص، والعظيم ده هو صاحب القوة والعظمة. لما نيجي سنة تانية نتأمل السماوات وننظر للشمس والقمر ونشوف عظمة ربنا سبحانه وتعالى في خلق، في إن هو بيخلق لنا وإزاي خلق السماوات والأرض. وكده سنة تانية
احنا شرحنا آية الكرسي، تعالوا نشوف مع بعض المعاني ونقرأها مع بعض. الله لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق إلا الله، فهو الواحد الأحد الحي الدائم الباقي حيا بذاته أزلا وأبدا، القيوم القائم بتدبير الخلق وحفظه، سنته غفوة، له ما في السماوات والأرض، محيط علمه بجميع الكائنات ماضيها وحاضرها ومستقبلها، لا يؤده لا يثقله حفظ السماوات والأرض، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم كل الأمور الماضية والمستقبلية، ما ظهر منها وما خفى. طيب تعالوا نشوف مع بعض المفروض صفحة 10، بيقول لي إيه؟ اذكر بعض صفات الله التي وردت في آية الكرسي، يعني نكتب بعض صفات ربنا سبحانه وتعالى اللي ذكرت في آية الكرسي. ممكن نكتب إيه؟ الحي القيوم العلي العظيم، لا يؤده حفظهما، ممكن نكتب يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. وبكده درسنا يكون خلص معانا سنة تانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.